بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك قولهم بأفواههم. وقلنا القول دائما يكون بالأفواه، ولكن القول هو الكلام الذي يفيد معنى. قد يوجد كلام لا يفهمه المخاطب فلا يؤدي معنى، وقد يوجد كلام له معنى في ذاته ولكنه لا واقع له في الوجود فيكون كذبا. ذلك قولهم بأفواههم. وضربنا المثل بأبي علقمة حينما ذهب للطبيب أبي أعين وقال له بأسلوب لم يفهم، فرد عليه الطبيب أيضا بأسلوب لم يفهم، وقال لعن الله أقلنا إفهاما لصاحبه. ابن علقمة متقعر في اللغة، بيجيب ألفاظ ليست من الدائرة على ألسن الناس. قالوا: ولم يؤدبه عن هذا إلا غلامه أي خادمه، فإنه استيقظ ليلة فقال: يا غلام، دي كلمة مفهومة، أصقعت العتاريف؟ طبعا الغلام لم يفهم هذه. قال له، لأنه لم يفهمش زق فيلم، فقال أبو علقمة للغلام: وما زق فيلم؟ قال: وأنت وما صقعت العتاريف؟ فقال له: يا بني، لقد أردت أصاحت الديكة. فقال: وأنا أردت لم تصح. ذلك قولهم بأفواههم. إذن القول واللفظ الملفوظ من الفم، هذا القول إما أن يكون له معنى أو لا يكون له معنى. أهي كلمة زقفيلم اللي قالها دي ملهاش وجود في اللغة، يبقى قول باللسان ملوش إيه؟ ملوش معنى في اللغة. وقد يكون قول له معنى إلا أنه كلام باللسان لا يؤيده واقع فهو كذب. فهو إيه؟ فهو كذب. ذلك قولهم بأفواههم يحتمل الأمرين، يعني بيخطرفوا بكلام. مثلا عندنا كتب، كاف وت وب، تقدر تقول كتب يبقى لها معنى، كبت من الحروب برضه. طب تكب لفظ غير مستعمل، لو قال واحد تكب يبقى لفظ لا معنى إيه؟ كلام بالفم ولا معنى له في اللغة، مهمل، لفظ إيه؟ مهمل. فإذا قال كلام له معنى، قال لك زيد كان بالأمس في المكان الفلاني، زيد معلوم والمكان معلوم والأمس معلوم ولا لا؟ لكن ده كذب ما حصلش، يبقى كلام بالفم ولا واقع له في الحياة، يبقى كذب ولا لا؟ فإن كان له واقع يبقى صدق. يبقى القول بالفم إما أن يكون له لا معنى له أبدا فيستعمل لفظا مهملا لا وجود فيه للغة، وإما أن يكون له معنى في ذاته إلا أنه ماليش واقع يؤيده يبقى صدق أو إيه أو كذب. ذلك قولهم بأفواههم. مثلا قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أدي واحدة. وما جعل أزواجكم إيه؟ أمهاتكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ذلكم قولكم بأفواهكم، كلام لا إيه؟ لا وجود له. وجود له إيه؟ قال لك لا وجود له في الحقيقة. الزوجة ما تبقاش أم، والدعي الواد المتمنى ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش إب. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، كلام على الأول. وفي قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذا القول منهم كلام له معنى في اللغة ولا ملوش؟ اتخذ والله ولد، مفهوم ولا لا؟ لكن أله واقع ولا ملوش واقع؟ ولذلك قال إيه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني لا واقع لها يسندها أبدا فهي كذب. ذلك قولهم بأفواههم. طب القول بأفواههم ده ابتكروه، ابتدعوه،
قالوه كده أوليا؟ قال لك لا، ده يضاهئون به قول الذين كفروا من قبل، مش جايبينه من عندهم، ده شيء له إيه؟ له واقع. لأن المشركين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إيه؟ إناث. وربنا له بنات، وقالوا ما مش. وبعدين قال أصطفى البنات على البنين، وبعدين ألكم الذكر وله الإيه؟ والإشمعنى له بنات؟ بقى أنتم إن شاء الله يبقى لكم صبيان وهو له بنات، ما شاء الله عليكم. يبقى إذن برضه إذن كلام قديم، فهم بيضاهئون يعني إيه؟ يشابهون ويماثلون الذين من قبلهم حينما قالوا كذا. وأيضا اللي قالوا ببنوة الإله والحلول البرهمة والبوذية، إذن فكلام قديم حكي من هؤلاء ولم يطرأ جديد من إيه؟ من ألسنتهم. يضاهئون يعني يشابهون ويماثلون به قول الذين كفروا من إيه؟ من قبل. والمضاهاة المماثلة والمشابهة، قالوا أن مادتها مأخوذة من امرأة ضهياء. الضهياء يعني اللي إيه؟ اللي ملهاش سدي، فتبقى شابهة الرجل. وقالوا إنها المرأة الحامل. ليه؟ التي لا تحيض، لأنها شابهة الإيه؟ شابهة الرجل. يضاهئون به قول الذين كفروا من قبل. يضاهئون إيه؟ قول الذين كفروا إيه؟ من قبل. التعقيب من الحق عليهم لم يتركه الحق لنا. كان يعني المفروض الفطرة الإيمانية ساعة ما تسمع اتخذ الله ولدا أو المسيح ابن الله، إن السامع لها يقول إيه؟ لعنهم الله، قاتلهم الله، كيف يقولون هذا؟ فتحملها الحق عنا جميعا. وإذا قلنا نحن قاتلهم الله ولا لعنهم الله، هل دعوتنا مستجابة؟ إنما ساعة مصاحبها يقولها، وهو أن الله هو الذي يقول قاتلهم، يبقى أحسن ولا مش أحسن؟ يبقى أحسن. قاتلهم الله يعني إيه قاتلهم الله؟ أنت إذا رأيت فعلا قبيحا من واحد يقول لك ده فلان ده شتم أبوه، تقول قاتله الله. ليه؟ لأن حياته خطر في أنه يزيد في المنكرات دي، أيضا يشتم أبوه قاتله الله. ولما تشوف واحد يعمل عمل حسن يقول له تعيش، تعيش يعني أنك أنت بتجيب حاجات إيه كويسة، فحياتك خير للناس. وإن جاب حاجة وحشة يبقى إيه؟ يموت، لأن إيه حياته شر الايه ان شاء الله. قاتلهم الله، لعنهم وطردهم. أنى يؤفكون؟ اذا سمعت كلمه أنى بترد بمعنى ايه؟ أنى يعني من اين؟ أنى لك هذا. سيدنا زكريا لما دخل على مريم وشاف عندها اشياء ما لم ياتي بها، مع ان هو اللي كفلها، كفلها يعني بيجيب لها مقومات حياتها، فدخل لا شيء هو ما جابوش. فشوف بقى، شوف الكفيل، أنى لك هذا منين؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء. ربنا جايب الكلمة دهيا علشان هتخدم عقائد كتيرة أوي. ومن اللي تقولها؟ مريم. ليه؟ قال إيه؟ إن قال له أنى لك هذا، قالت إيه؟ هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء. هي المسألة مش مسألة أكل والبتاع ده، المسألة دي تقديم لما يحدث. لا تظن أن المسألة الحسابية أسباب ومسببات وعلل ومعلولات ومقدمات ونتائج دي عند الله، ده عندك أنت تعملها بحساب. إنما ربنا سبحانه وتعالى يعطي بلا إيه؟ لأنه خالق الأسباب. بدل ما يخلق الأسباب ما يخلق المسبب على طول، مش كده ولا لا؟ يرزق من يشاء بغير حساب. أنت بحسابك أنك تأتي لي بالرزق، مش كده؟ ولكن الله يأتيني بغير حساب، يجيب لي رزق ما تقدرش أنت تجيبه. يصح ان الرزق اللي عندها ده ما بيجيش الا في الصيف، وهي كانت في الشتاء او في الشتاء ولا بيجيش الا في الصيف. يصح ان الرزق ده مش في بلادهم، جاء حاجه جديده. ولذلك قال ان لك هذا قضيه اجتماعيه تربويه، بمعنى ان الكفيل على قوم حينما يرى عندهم اشياء لم ياتي بها هو، وجب عليه ان يسال عنها دي جت منين. لان تشوف في ايد الواحد الولد قلم كويس وانت ما جبتوش، تقول له من جبت ده منين؟ عشان تعرف ايه التأثيرات الخارجية اللي خدوه. سرقه واحد، ضحك عليه وادهله علشان عايز منه غرض سيء، منين جبت دي؟ وكذلك اذا شفت البنت مثلا تلبس فستان ولا بتاع انت ما جبتوش، برضو منين جبتيه؟ لو ان هذه القضية سيطرت على كل بيت يبقى ما فيش حاجة تحدث في البيوت ايه؟ انما الولد دخل كده وعمال بياكل طف وجايب شوكولاته في جيبه، طب انت ما اديتوش مصاريف، جاب دي منين؟
ان الام الحمق بقى تقول له وتطبطب عليه وتقول له هات ياد وتقعد تاكل منها، والام والام الكويسه تروح ضربه على ايه. عمل ان اهدي قضيه بتحكم تربيه اجتماعيه في العالم كله، اللي هي قانون اللي بيسموه قانون ايه، من اين لك هذا، خدوه منين دي، اهي هي من هنا. يبقى احنا سابقين لها ب 14 ايه، ب 14 قرن. طيب لما قال ان لك هذا يعني من اين لك هذا، فاجابت الجواب الايماني، انت بتتكلم بحسابك ولكني اتكلم بحساب الله، لان الله يرزق من يشاء بغير ايه. ومين اللي قالتها؟ مريم. ليه؟ أم قال لك شوف هتخدم كم قضية في الكون، كم قضية عقدية، هذه الكلمة خدمت كم قضية عقدية في الكون. القضية الأولى أن ساعة ما قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، نبهت زكريا إلى قضية عقدية، إن ربنا مش محكوم بالأسباب، يدي بلا إيه؟ أم بس كده في نفسه قال الله، الله يعطي من غير حساب ولا أسباب. طب أنا بلغت من الكبر عتي وامرأة عاقر، طب ما دام الحكايه كده مطلوب منه ان يديني ولد بقى. الله، يبقى خدمت مين؟ نبهت زكريا الى ايه؟ الى قضيه عقديه، وهو ان الله يعطي بلا ايه؟ بلا حساب، بلا اسباب وبلا حساب. قال له ايه هات لي بقى غلام ومش عارف ايه، وقال له بقى الحكايه الايه الطويل. قام ربنا بشره بانه يديله غلام، خلاص. لما بشر انه يديله غلام برضه المساله استيقظ، قال له يا رب يعني الفاهم ان هتفوت ربنا دي، قال له ده انا امراتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتي. قال له كذلك قال ربك، ربك قال خلاص، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ما فيش اسباب لخلقك، رده. يبقى نفعت مين؟ نفعت زكريا. وبعد ذلك اعطاه الله مين؟ يحيى. ومش اعطاه يحيى، وتكفل عنه بتسميته، قال لي برضو حتى الان اللي حسميه لا نقول له ده لله ملحظ في تسميته. ما هو هذا الملحظ؟ الناس تسمي الوليد الصغير سعد، بتسميه سعد ليه؟ رجاء ان يكون ايه سعيدا. يسموه فارس رجاء أن يكون فارسا، يسموه فضل، يسموا البنت أمر. الله، إذن التسمية بتبقى إيه؟ بتتنقل من معنى شريف أمل أن يكون الوليد هكذا. الرجل الشاعر قال أنا كان ولد اتولد ليه ولد أمن سميته إيه؟ يحيى. طب سماه يحيى ليه؟ الراجل ده سمى ابن يحيى ليه؟ أمل أن إيه؟ يمكن كانوا بيموتوا منه الأولاد، أم سميه أمل أن إيه؟ أن يعيش. معاش الولد وراح زي إخواته، فتحسر وقال إيه؟ وسميته يحيى ليحيى، فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيله. هي مش بتسميتك يا حلو، أنت تقول يحيى، إذن التسمية بالاسم الشريف أو الاسم الذي يدل على شيء مؤمل رجاء أن يكون كذا، لكن المسمي لا يملك أن يكون سعيدا ولا أن يكون فارسا ولا أنه يعيش، ما يملكش دي، إنما اللي يملكها مين؟ فإذا كان الله هو الذي سمى يحيى، يبقى إيه ده بقى الحكاية دي بقى؟ اللي بيملك هو اللي سمى، يبقى حيحيا ولا لأ؟ طب هل حيحيا الحياة بتاعتنا دي اللي فيها موت؟ أم قال لك لا، إذا قال الله يحيى يبقى ما يجلوش موت أبدا أبدا. إزاي؟ قال لك يموت شهيد علشان تفضل حياته موصولة إلى أن تقوم الساعة. شوف ربنا بيعمل إيه. إذن كل دي جاية من إيه؟ من أن كل دي شافته مريم، شافته في نفسه، وشافته في مين؟ في زكريا ويحيى. ربنا جعل لها مقدمات لأنها ستمتحن في عرضها، ستمتحن في ايه، وبعد ذلك تجيب ولد من غير رجل. قم تفتكر انت اللي قايله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني ويجيب الولد بدون اب، مزعوجه ليه؟ ودي انت شفت زكريا ويحيى، يبقى جعل الامرين دول مقدمه لمين؟ لمريم، علشان هي هتمتحن في ايه؟ في عرضه. ولذلك تجد القران في قصصه العجيب يقول انى يكون لايه غلام
ولم يمسسني بشر. طب هو حد قال لك انك انت هتولدي من غير اب؟ قالت لا، ده ساعة ربنا قال انا مبشرك ايه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. قالت ما دام نسبه ليا تبقى ما فيش اب. قالت انا ازاي يجي لي غلام من غير اب؟ دخلت عليها المساله من هذه. قال لها افتكر اللي انت قلت ان الله يرزق من يشاء بايه. ام قال لها كذلك قال ربك، مش كده ولا لا؟ برضو زي ما قال لمين؟ زي ما قال. فاذا ان دي مفتاح الموضوع كله العقدي في مريم، في زكريا ويحيى، في مريم ومين؟ ومن عيسى. من اين اهي؟ من اين دي؟ وتاتي ان بمعنى كيف. ارني كيف تحيي الموتى. هو ما بيكذبش ان ربنا يحيي، بس عايز الكيفيه. خلاص، اللي ويانا هنا من ايه؟ من اين ولا من كيف؟ قاتلهم الله ان يؤفكون، اي كيف يؤفكون، اي يصرفون عن الحق، مع ان دي قضيه منطقيه ما كانش يصح ان تغيب عنهم. فبيتعجب ايه؟ ازاي كيف يصرفون عن هذه الحقيقه اللي العقل لازم والفطره الايمانيه ايه توجبها. بعد ذلك تكلم، لان قال ايه؟ انهم بيحرموا الحلال ويحللوا الايه الحرام. قال ايه ثاني؟ اتخذوا، اي اهل الكتاب، احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. الاحبار دي لقب عند اليهود، وهو العالم، يقال حبر او حبر، يعني رجل يدقق الكلام ويزن له اسلوب، عالم، عالم بمعنى الكلمه. فدي للعلم. والرهبان عند النصارى دي للعباده، مترهبين، مترهبين يعني منقطعين لايه؟ للعباده. بقى الحبر عالم اليهود، الراهب عابد النصارى، انما العالم بتاع النصارى يسموه قسيس. ولذلك قال قسيسين، فان اردتم العلم ففيهم قسيسين، وان اردتم العمل والمن ففيهم الايه؟ الرهبان. واحنا عارفين بقى ان راهب يعني معناها ايه؟ انه انقطع لعباده مين؟ لعباده الله، فوق ما طلب الله منه من جنس ما طلب. طلب الله منا 5 فروض، واحد حيخليهم 10، زود عما فرض الله ولا لا؟ انما من جنس ايه؟ طيب، واحد بيزكي بكل ماله 50%، واحد بيزكي ب 15، واحد بيزكي ب 20، فوق ما طلب الله، وانه زكي 2.5، يبقى من جنس ما فرض الله، انما زائد عما ايه؟ ما فرض الله. دي ربنا لم يفرضه، لكن هم ألزموا نفسهم بها. ولذلك دخلوا في مقام الإحسان. مقام الإحسان إنك أنت تزيد على ما فرض الله عليك من جنس ما فرض الله عليك، يبقى دخلت في مقام الإيه؟ الإحسان. ولذلك اقرأوا إن شئتم قوله إن المتقين في جنات إيه؟ وعيون، في نهر وعيون، إن المتقين في جنات إيه؟ وعيون، على الأول. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. داخلين في مقام إيه؟ مقام الإحسان، مش مقام الإيمان اللي هو يا دوب يؤدي الفرض بس، لمقام الإيه؟ الإحسان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل يطلب الله منا أن لا نهجع إلا قليلا من الليل، ولكن نصلي العشاء وننام بس، نقوم الفجر؟ لكن ان قمت بالليل بقى وتهجدت، والله دي من ايه؟ زائد عما فرض الله من جنس ما فرض الايه؟ كانوا قليلا من الليل ما ايه؟ وبالاسحار هم يستغفرون. افرض الله علينا ان نستغفر في الاسحار؟ والذي ان انسان تطوع بها ويقوم السحر كده ويقعد يستغفر ربه، يبقى عملوا اشياء ايه؟ زائده عما فرض الله من جنس ما فرض. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم ايه؟ يستغفر. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إنما في سورة سألة لما يتكلم عن فرائض الإيمان يقول وفي أموالهم حق إيه؟ معلوم للسائل، لأن دول داخلين في مقام مين؟ في مقام الإيه؟ الإحسان. يبقى الرهبنة هي أم تدخل في مقام الإحسان بأم تزيد عما فرض الله، ولكن من جنس ما فرض الله. ولذلك ربنا قال ابتدعوها ورهبانية إيه؟ ابتدعوها.
احنا ما كتبناها عليهم، انما هم ابتدعوها ليه؟ برضو ابتغاء رضوان الله، زياد في العبادة. طب وماله دي يا ربنا ملومة؟ قال لك لا مش ملومة، ولكن الملوم ان لا يراعوا الرهبانية حق ايه؟ حق رعايتها. مدام دخلت بقى في مقام الاحسان، خليك بقى ايه؟ بحيث اذا صدرت منك سيئة واحدة يقول لك ده انت داخل في مقام الاحسان، ده انت زدت عما فرض الله، وبعد ذلك تعمل العملية دي، فما رعوها حق ايه؟ حق رعايتها. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، اتخذوهم ارباب يعني يقولوا رب. ام قال لك لا مش ضروري يقولوا رب، يعامل لهم معاملة ما يعامل ربنا. ازاي؟ قال لك الله هو الذي يحلل ويحرم ويعبد بفعل ولا ايه. فاذا جاءوا هؤلاء وحرموا شيئا حلله الله، أو حرموا شيئا حلل الله، أو حللوا شيئا حرمه الله، يبقوا خدوا صفة الألوهية والتحريم والتحليل لمين؟ فإذا خدوا هذه السلطة وحرموا. ولذلك حينما دخل عدي بن حاتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد في عنقه تمثال حطه كده زي ما بتشوفوا دلوقتي السلاسل كده والبتاع اللي بيحطوها دي، أم قال له اخلع هذا الوسن، أدبا مع الرسول خلعه. قال له إنكم تتخذون إيه الأحبار والرهبان أرباب؟ قالوا لا نعبدهم إحنا ما بنعبدهمش. قال أولا تطيعونهم فيما حرموا وحللوا؟ قال نعم. قال تلك هي العبادة، هي الإيه؟ هي العبادة. اتخذوا أحبارهم إيه ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الله، طب إيه يعني عطف المسيح على الأرباب وعلى الأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم؟ أم قال لك الذي يحلل ويحرم إن لم يكن رسول يبقى يصح أنه عايز ياخد سلطة زمنية كده وخلاص وفسخ منه وعمل له سلطة، إنما هل تتأتى هذه في الرسول؟ طب ده الرسول جاء عشان يلفت الناس الى عباده الله بما قال الله، انما دو كان يمكن يعملوا هذه الاعمال. فقال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وايه والمسيح ايه ابن مريم. وما امروا الا ليعبدوا الله الها واحدا، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو. اله واحد ويجيب لا اله الا هو ليه؟ لأن التوحيد اللي بتدل عليه كلمة لا إله إلا الله تلاحظ أن الدال عليه أصدق كلمة اللي هي إيه؟ خير ما قلته إيه؟ أنا والنبيون لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تشوف فيها النفي لا والإثبات من النفي إلا، لا نفيت الألوهية عن غير الله وأثبتها لمن؟ أثبتها لله. يبقى إذن فيها النفي والإيه؟ والإثبات. لما تقول الله واحد يبقى فيها الإثبات بس، إنما بتقول لا إله إلا الله تبقى فيها نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لمين؟ لله. ولذلك بقى الفلاسفة وخاصة اللي عندهم بقى قوة الأداء والبيان ياخدوا من هذه القضية قضية الإثبات والنفي أو الموجب والإيه أو الموجب والسالب. يقول لك كل طاقة كل موجب وسالب يلتقيان مع بعض يقوموا يكونوا إيه طاقة. الطاقة دي تستعملها تنور، تستعملها تدير آلة، تيجي الطاقة هنا. كذلك الطاقة الإيمانية عايزة إيه؟ سالب لا وموجب إلا. ولذلك إقبال يقول إيه؟ إنما التوحيد إيجاب وسلب. توحيد إيه؟ إيجاب وسلب. فيهما للنفس عزم ومضاء، ما وإلا قوة قاهرة، فهما في الدين قطب الكهرباء. دي بتجيب الموجب ودي بتجيب السالب، وتيجي منه الطاقة الإيه؟ الطاقة الفاعلة المنورة أو الإيه؟ أو المحرك. بعد ما يقول إيه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، إله واحد ددة الإيه؟ الإثبات.
انما الثانيه لا اله الا ايه الا هو، ادت الايه الاثبات والايه والنفي. سبحانه عما يشركون، حين تسمع كلمه سبحانه فاعرف انها للتنزيه، ان تنزه الله في ذاته فلا ذات مثل ذاته، وان تنزه الله في صفاته فلا صفه مثل ايه. فاذا كان في عبيده غني والله غني، هل الغني هنا زي الغني هنا؟ انت موجود والله موجود، انت حي والله حي، يبقى الصفه بس مش زي الايه، لان حياتك موهوبه وحياته ذاتيه. معنى حياته ذاتيه يعني ايه؟ يعني مش موهوبه من حد، هو بذاته حي. ولذلك يجب ان تفرق بين حي ومحي، مش من اسمائه الحي ومن اسمائه الايه المحي. طب حي في ذاته لكن محي لمين؟ لغيره. فان كانت الصفه في الذات ما تتعداش الى الغير تبقى صفه ذات، وان كانت صفه تتعدى الى الغير تبقى صفه ايه فعل. ولذلك تجد في صفه الذات لا يوصف الله بها ولا بايه، يوصف الله بها ولا يوصف بنقيضها، وصفه الفعل يوصف الله بها ويوصف بنقيضها، فتقول حي ولا تقول المقابل، لكنك ان قلت محيي تاتي بالمقابل وتقول ايه ومميت، مش كده؟ قابض وباسط، مش كده؟ رحيق وقهاء الله. إذن فصفة الذات يتصف الله بها ولا يتصف بمقابلها، وأما صفة الفعل يتصف الله بها ويتصف بإيه؟ ليه؟ لأنها في غيره، هو محي لغيره ومميت لغيره لكنه حي في إيه؟ في ذاته. سبحانه يعني نزهه ذاتا ونزهه صفاتا ونزهه أفعالا. إذا جاء فعل من الله ويأتي مثل فعل من البشر قل له بس فعل الله غير وفعل البشر غير. ليه؟ لأن فعل الله بلا علاج، ولكن فعل البشر بعلاج، بمعنى أن كل جزئية من الزمن تأخذ قدرا من الفعل. عايزين ننقلكم رمل من هنا إلى هنا، الثانية دي مشينا، والثانية دي عبينا الرمل، والثانية الثالثة كبناها، كل وتاخد زمن على قد المين، على قد قوتك وعلى قد الإيه. ولذلك يجب ان لا تغفل ان الفعل حين يصدر من الله سبحانه اوعى تقول له زمن، ملوش زمن ولا لوش قوه محدوده. ليه؟ ولذلك لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه، انني اسري بي الى ايه الى بيت المقدس، تغفيل اللي سمعوه قالوا له اتدعي انك اتيتها في ليله ونحن نضرب اليها اكباد الابل شهرة؟ طب ومن قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم قال انني اجيها في ليله؟ هو قال انا سريت من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى؟ لا، ده قال اسري بي، يبقى انا ماليش دعوه في الحكايه، اللي اسرى مين؟ وهل الله يحتاج لزمن؟ ام قال لك لا؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.